بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة. عبر فيها سمو حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فخامة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، راجيا سمو رعاه الله لأسرته وذوي جميل الصبر. بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة. ضمنها سمو خالص تعازي وصادق مواساته بوفاة فخامة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، متمنيا سمو حفظه الله لأسرة الفقيد وذوي جميل الصبر. بعث سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة. ضمنها سمو خالص تعازي وصادق مواساته بوفاة فخامة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف.